أحسن الله إليكم. المرسلة أم عبد الرحمن من الرياض تقول: زوجي هداه الله فيه خير كثير، لكنه قد ينظر إلى المرأة التي ليست من محارمه كالتي في الأسواق والحدائق، وأنا معه، وقد يقول لي: ليتك مثل هذه المرأة، وليت جسمك مثل جسمها، وغير ذلك مما يجرحني كثيرا. فأرجو من فضيلتكم أن تلقوا كلمة أو نصيحة لهؤلاء الرجال الذين يفعلون ذلك دون مراعاة لمشاعر زوجاتهم، جزاكم الله خيرا. أولا ننصح الأزواج والزوجات بأن لا يخرجوا إلى هذه التجمعات الفاتنة، أن يبتعدوا عنها، وإذا اضطروا إلى الخروج لحاجة من حوائجهم في بعض الأسواق فعلى الرجل أن يغض بصره، وعلى المرأة كذلك أن تغض بصرها. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن إلى آخر الآية. الرجال والنساء مأمورون من الله جل وعلا بغض البصر وبحفظ الفروج والابتعاد عن أسباب الفتنة، خصوصا في هذا الزمان الذي تنوعت فيه الفتن، وفي هذه الأسواق الحديثة التي يتجمع فيها كثير ممن ليس عندهم حياء ولا حشمة، فتحصل المفاسد العظيمة والمنكرات بسبب هذا التجمع بين الرجال والنساء. نعم.